شو إحساس هذا الإنسان اللي ناحيتك؟ أو شو مشاعر اللي ناحيتك؟ هذا الإنسان شافك وأنت بديت بداية جديدة، وشافك هذا الإنسان إنه أنت إنسان مشرف في الحياة، إنسان عندك لكل نهاية بداية جديدة. هو شافك كمان أنت بلشت مشروع جديد أو بديت بداية جديدة رغم بعده عنك. كمان أنت زي شاعر، هو شاعر من ناحيتك أنك رجعت اكتشفت من أول وجديد، وكأنك أنت ناوي على بداية جديدة من ناحيته. على الأقل عندك بداية جديدة، مشروع أو أنت دخلت مشروع جديد أو سافرت لتعمل بداية جديدة في مشروع جديد، لأنه تعطيك طاقة سفر وأكتف حركة وتواصل. ويمكن شافك أنك أنت عندك بداية جديدة وقصة جديدة أصلا أو شغل جديد. طيب هل نشوف عقل الباطني من ناحيته؟ هذا الإنسان عقل الباطني رداح، واقف بيرتاح محاله، يعني باخد وبعطي محاله، كأنه يعني عقله الباطني كأنه مستعد لحتى يواجه المشكلة. إذا أنت اتقدمت بدك بداية جديدة، كأنه قاعد بستنى العقل الباطني أقل، يعني أقل إشي، إنه جاهز لحتى يصرحك كل إشي بصراحة، ويحط مثلا حدود لكل شيء صار. مثلا صارت مشكلة معينة، هلا رح نعرف شو هي المشكلة، كأنه بده يفهمك ويصارحك بهي المشكلة. هيك عقله الباطني، هذا أقل شيء في عقله الباطني. طيب عقله الواعي نفس الشيء، نفس الشخص هذا زي ما حكيت لكم، هو بحبه جدا جدا، وهو إنسان عقله الواعي مستقر. على فكرة الإنسان هذا مستقر، وكمان مستقر عاطفيا، مستقر كمان كلامه موزون، حتى عقله الواعي موزون وزنه، يعني حتى لما بيجي بيصارح في عقله الباطني هو متوازن في عقله الباطني وعقله الواعي. يعني هو صريح في عقله الباطني، حتى بينه وبين نفسه صريح، وهو متوازن في العقل الواعي. يعني تفكيره، يعني مثلا جيت حكيت له ممكن مثلا نرجع، وبيجي بيحكي لك الجواب الصافي باستقرار وبصدق، يعني ما في مثلا تلاعب او عقله مخربط ومشوش، لا. الانسان هذا زي ما شافك انت بديت بدايه جديده، هو بدا بدايه جديده، فهو بدا في التوازن. عقله اقل شيء انه هو عقليا متوازن، وعقليا يعني حتى عقله طيب، هو حاليا هو متوازن جدا، تفكيره متوازن، تفكيره مثلا في العمل في العمل، تفكيره في الحب في الحب، هو اعلن تفكيره الواعي أعلى استقراره. طيب خلينا نشوف المشكلة اللي صارت بيناتكم. المشكلة في طرف منكم انسحب من العلاقة بدون أي عذر أو أي مبرر، وكأنه صار عدة حيل في هاي العلاقة أدت إلى إنهائها، وكأنه الشخص هذا ما استخدم عقله اللي هلأ هو فيه، ما استخدمه معاك، كأنه كان في العلاقة هاي فاقدة للذكاء، فاقدة كمان لل، خلينا أشوف أكثر. فقد للحيل، أو فقد إن هذا الإنسان يحتال عليك، يجي مثلا أنت مثلا زعلان يجي هيك يعمل حيلة ومثلا يراضيك فيها، كان هذا الإنسان أو أنت شايفه إنه هو
اتسحب بدون ما يحكي ولا شيء زي السارق مثلا، سرق قلبك ومشاعرك كل شيء، سحب حاله وراح وتركك وراح. يعني هذا الانسان انت شاعر انه مش عارف وين هو راح، ولا عارف شو بفكر، ولا عارف متباعد. فانت حس انه المشكلة هي انه صار زي خيانة او غدر، وقلت حيلة كمان، وما كان في عدم تفاهم، وفي بعضكم فهم الاخر غلط. فيما مثلا انه محتال، مثلا تعب العقرب محتال، او الشخص الثاني هو المحتال، في هيك سوء تفاهم لهذا الشيء. شو نوايا؟ طيب شو خطوته؟ وهل في رجوع ولا لا؟ هذا الانسان حاليا بيوقف يدافع عن حاله، ما عنده نوايا رجوع او خطوه، كأنه بده يوقف لك يتصدد لك إذا أنت حكيت كلمة بده يحكي عشرة، كأنه بده يدفعك عنه، لأنه هو حاسس، هو مشكلته معك إنه حاسس إنه أنت مثلا احتلت عليه، ومثلا سحبت حالك وهربت، تركته مثلا لحاله وهربت. في منكم كمان إنه دخل من كان معاه بعلاقة ودخل بعلاقة أخرى، هو هذا الإنسان هيك حاسس. هو هلأ في وقت الدفاع عن النفس، يعني هو خطوته إنه إذا أنت هوت ناحيته إنه هو بده يدافع عن نفسه. طيب هل في رجوع؟ هو الإنسان هذا مش مفكر لسه، هو جاهز بس لسه ما مشى هي الخطوة، يعني هو لسه مفكر إنه بس يرجع. حتى إذا رجع بده يكون خطوته ثابتة، قراره ثابت لا رجعة فيه. يعني إذا رجع بده يكون عارف هو راجع بالظبط، لأنه هو بده يزقك هلأ عنه ويبعدك عنه، فهو لسه مش ماخد قرار الرجعة ولا ماخد قرار، لأنه هو حس إنه المشكلة اللي بيناتكم إنه صار في احتيال في الموضوع، صار في لف ودوران، مشكلة كبيرة. حس فيها إنه هو زي انغدر فيه، انتصب عليه، يمكن احتمال يكون في بيناتكم شغل وصار في غدر في هذا الشغل، احتمال مثلا طرف تاني دخل بيناتكم خليك تتخلى عن الطرف هذا، او العكس، يعني القراءة تنفع العكس. طيب خلينا نشوف انت يا بالنسبة للأبراج، عندي برج العقرب، أبراج ترابية، أبراج مائية، أبراج هوائية، بس هذه حل المشكلة عندك. يعني أبراج نارية ومائية، وبرج هذا بنشوفه إحنا برج القوس أو برج الأسد، كمان هون برج الحوت، أبراج زي ما حكيت لكم ترابية، الأكثر هي اللي طاغية على القراءة أبراج ترابية ومائية ونارية وهوائية كمان. يعني ميزان، دلو، جوزاء، وعذراء، وثور، وجدي، عندكم قوس، حمل، أسد، وحوت، سرطان، عقرب. يعني عشان بالنسبة للي بيسألوا عن الأبراج. طيب خلينا نشوف أنت مشاعرك من ناحيته، انت جاهز وحتى لابس الدراع والواقي ومجهز نفسك خطوة اتجاه هذا الشخص، كأنك بدك تروح تواجهه بالقفزة يعني الحامية، وعندك حب مواجهة لهذا الشخص، بدك تواجهه بالموضوع. احتمال انك بدك تروح تفهمه إنه اللي صار مثلا أنت فاهمه غلط، مثلا أنا مش قصدي يصير هيك هيك بالظبط، أو مش قصدي مثلا أدخل طرف ثالث بيناتنا، أو مش قصدي مثلا أدخل طرف عائلتي بيناتنا. فهو هذا الإنسان عمال، فأنت عمالك بتحضر نفسك لتروح تفهمه
لأنه هو شافك إنسان محتال أو إنسان غدرت به. أنت على الكرة عكس، يمكن أنت شفت إنسان غدر فيك أو هذا وبدك تروح تواجهه، وهيك مدرع وبدك تاخد الموضوع في إيدك وتدرع حاليا. أنت جاهز طيب، بس تستعد كأنك تستنى في إشارة معينة تتم هاي الانطلاقة. طيب إيه، نشوف تفكيرك الباطني. انت تفكيرك الباطني كأنك حس هذه امية بالنسبة لك، هذا الشخص اميتك، لان على نفس الاشي تفكيرك الواعي ان هذا الانسان هو اميتك في الحب. هيك انت حس انه هو امية تحققت، كأنك يعني بتحبه بزيادة، عندك عاطفتك ناحيته فائضة. طيب خلينا نشوف تفكيرك الواعي. على فكرة انت هيك فعلك عمالك بتعاند، بتحاول تعاند هذا الانسان، وهو في تفكيره الباطني صريح وانت قاعد ساكت وبتعاند برضه، يعني عندك حبة عناد وهو قاعد بصارح وانت لا، بس هو متوازن وبرضه نفس الاشي محتفظ لك بحب كبير. زي ما حكيت لك هو بحبك جدا 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 هذا الانسان، وانت تكون له نفس المشاعر، يعني الحب كله بالنسبة لك هذا الانسان. مشاعرك من ناحيته كتير فائضة، او تفكيرك الواعي تملك له من الحب ما فوق زي ما بيحكوها، حب يعني الحب بيناتكم متبادل. على فكره نفس الاشي، بس هي مشكله انا حاسسها هي سوء فهم صارت بيناتكم، طرب دخل بيناتكم خرب هاي العلاقه. طيب شو المشكله اللي انت حاسس فيها؟ كانك حاسس ان هذا الانسان ناضج بما فيه الكفايه انه يفكر وياخذ قرار، لانه انت كانه حل المشكلة عندك انه انت لازم تاخد قرار وتقطع الموضوع كلياته، والجو اللي جاهزها انت بتعمل لها الجو يعني تنطلق، فانت لازم تقطع المشكلة وتعمل لها حل، بما انك برج ذكي وتعرف تعمل حلول لأي مشكلة بتصير في حياتك. كأنك انت شايف في اختلافات بيناتكم، يمكن اختلافات مسافة، اختلافات في يمكن اختلافات كجول بيناتكم، يعني في اختلافات بيناتكم، انت هاي شايفة هذه المشكلة الواقفة قدامكم. طيب خلينا نشوف هون بقول لك عبر عن نفسك من خلال الابداعات، الأنشطة والابداعات. يعني هون بيحكوا لك اذا انت مثلا مش ظاهر، لا بس انا شايف انه انت ظاهر يعني، بس انت ايش جواتك ابدع عنه عن طريق الفن الاغاني، لانه طلع في حدا بضرب على العود وقاعد بروقان وبحر وبطة جنبه، فبدك تعمل زيه عشان انت ترتاح مثلا نفسيا، لان انت كأنه في مخك يعني فاض في الحب بزيادة مثلا لهذا الشخص، فبتقدر برضه انه تعبر له عن هذا الاشي مثلا عن طريق التواصل، عن طريق الانترنت، لان احساسك كأني حاسك انه فاقد الامل في رجعة هذا الشخص، لأنه هو الشخص هذا كأنه غامض نوعا ما، مبتعد نوعا ما. إحساسك هذا أقل شيء، إحساسك من ناحيته، من ناحية المشكلة كمان كأنه متباعد، وكأنه هو إنسان هو يعني أكبر منك سنا، أو هو ناضج لأخذ قرارات معينة. كأن المشكلة عندك هو انه هذا الانسان
ويمكن تقبل العكس ان يكون هو انسان مش ناضج او في اختلافات بيناتكم، اختلافات جوهرية مثلا، مش شرط يكون اختلافات كبيرة، بس كان مثلا اختلافات الطبيعة، اختلافات المعتقدات، اختلافات وجهات النظر بيناتكم او الرأي بيناتكم. مثلا انت بتختلف وجهة نظرك للحياة، هو بيختلف وجهة نظره للحياة. فالحل الوحيد انك تقطع هذا المشكلة، انك تقطع هذا الاختلاف اللي بيناتكم، اللي انت حاسه بيناتكم، او تعمل مواجهة، او يا اما تقطع هذا الاشي نهائي خلص ما تعود تفكر فيه، او انك تروح كعقل ناضج تروح تقطع هذا الخلاف اللي بيناتكم مهما كان الخلاف، حتى لو اختلافات طبيعة او اختلافات وجهات نظر او اختلافات معتقدات عائلية. مثلا انتوا عائلة تؤمن انه عندكم مثلا فرح، تؤمن انه مثلا البنت عليها مثلا العروس يعني عليها انها هي تتكفل بمصاريف العرس، وهم لا، عندهم الشاب هو اللي يتكفل بالمصاريف الاخرى. فانت هون بدك تاخذ قرار وتقطع كل اشي وتعمل حدود لكل شيء، الكوين اوف سورد. يا اما بدك تقطع هذه العلاقة، يا اما تقطع اذا في مشاكل عائلية. بالارجح هي مشاكل عائلية، مثلا انتوا اثنين على وجه الزواج، عندكم مثلا اختلافات وجه النظر، عائلتك متمسكة برأي وعائلة هذا الشخص متمسكة برأي اخر، يعني في اختلاف وجهات النظر، في شيء مختلف بيناتكم، المسافة، وجهات النظر، معتقدات عائلية، في اختلاف بيناتكم. سفر، يمكن يكون في سفر، انت شايف هذا عائق كبير انه يكون في سفر بيناتكم. طيب خلينا نشوف الأوركل شو بحكي لك. جدد أولوية التركيز على أعلى درجاتك سأساعدك في التنظيم والتحفيز. إذا في عندك مشروع أو شيء معين أنت تاركه ومركز مثلا في القصة هاي، بدك تجدد أولوياتك بالشغل، مثلا تركز في شغلك، تركز في عملك، تركز يمكن انه تركز انه شو الأولوية تعملها في هاي القصة، انك تقطع الموضوع كلياته او تحط حدود للموضوع بعقلانية وبمنتهى الذكاء. احنا بنعرفك انك برج ذكي وعندك عقلانية. خلينا نشوف المرأة المفكرة شو بدها تعطيكم، لانه لازم تكونوا مفكرين، لانه هون ما عطيكم نصيحة انه بالعقل تقطع كل الشكوك اذا في شكوك، اذا في سوء ظن، سوء تفاهم، انكم تقطعوا هذه الوساويس. وكمان لانه انا بحس انه انت طالب التسامح، عقلك عماله بيطالب بالتسامح والمغفرة كمان. اسمعوا القراءة، القراءة تقبل العكس، يعني احتمال هم مثلا هم في الطاقة هاي وانتوا في الطاقة هاي، يعني القراءة تقبل العكس، لان انتوا زي عندكم هيك حاسين بحزن من ناحية هذا الشخص، او حاسين انه في تسامح لازم يحصل بيناتكم. طيب خلينا نشوف المرأة المفكرة، يعني بتفكروا يا مرأة، خلينا نشوف ايش تفكروا، شوف ايش لازم تفكروا فيه. اه
كأن بدكم تدخلوا تفكروا باختفاء هذا الشخص او تباعده او غموضه وتقدموا له نوع من التسامح او مسج من التسامح، لانه انا بحس انه انت طالب او بعقلك الواعي بدك تسامح، لانه مشاعرك ناحيه هذا الشخص او حتى في عقلك الباطني تفكيرك انه انت عندك هذا اميه حياتك بالنسبه لك، فانت لازم تفكر تخلي هذا الانسان مثلا يظهر من اختفائه او يطلع من اختفائه. فلهيك بقول لك المراه المفكره، يعني تفكروا كيف بدكم تخلوا هذا الانسان يخرج من حاله الغموض والاختفاء وحاله التوهان اللي هو فيه، لانه على الاقل انتم شايفينه هيك او متباعد عنكم، فبتكون تقدموا نوع من المسج مثلا التسامح، كمان تعملوا هيك شويه مثلا اغراءات انكم اشتغلتوا انكم تغيرتوا انكم عملت بدكم تسامح تجذبوا هذا الشخص لجهتكم اكثر، لحتى زي ما حكيت لكم تبينوا، لانه هو شايفكم اصلا انتم بدايه جديده بس، او يمكن بالنسبه له هو انتم بدايه جديده او شايفكم انتم شمس اشرقت على حياته. فانا شايف هي مشاعر اقل شيء، فانا شايف انه بدك تظهر تفكر كيف بدك تظهر له انه انت تغيرت او انت تحسنت او انت هذا الانسان راح يكون معك باستقرار وما يخاف ويصير يدفعك يزقك عنه، لانه هو احساسه بانك مثلا شخص احتلت عليه او شخص غدرت فيه او شخص دخلت اطراف ناس بيناتكو او شخص كانك دخلت تاخذ بس شغله معينه وسحبت حالك وهربت، هالتفكيره او هذا المشكله اللي هو فكر فيها انه هو لقى حاله في هالمشكله في هالعلاقه. فانت بدك تفرجيه تفكر كيف تظهر له انه في استقرار رح يصير بيناتكو، لان انا بحسك انه انت اللي طالب التسامح او الاستقرار، لانه بالنسبه لك هذا الشخص امنيه لحياتك اذا تتحقق، لانه هذا الانسان موقف بالنسبه للرجعه لسه طويله بالنسبه له، لانه هو ما عنده خطوه يعملها، هو بس بحاول يوقف حتى يحمي نفسه، عنده نوع من انه بده يوقف يحمي نفسه من اي ضربه بدها تيجي منك او من اي، لانه شايف انه انت كانك دخلت بمشاعرك واحاسيسك وسحبت حالك وطلعت اخذت شغله مثلا بينك وعمل مشروع، فانت مثلا اخذت منه مبلغ مالي وسحبت حالك ومثلا احتلت عليه وهربت، فهو احساسه هيك اقلها، هو هيك شايف المشكله، انت شايفها غير وهو شايفها غير، هو شايف انه ما فيش صدق، تمام، او فيش ما في صدق، هذا اقل شيء بقدر احكي لكم اياه. انت شايف المشكله بعد مسافه، عادات تختلف، الاقارب مثلا عاداتهم تختلف عن هذا الشخص عن عادات اهل هذا الشخص، ففي انت شايف اختلافات، وهو شايف انك انت كانك شوي يعني عندك لف ودوران، تنطبق هذه عكسيه، يعني كل انسان يملك مشكله، يعني هو بيكون غلطان، جهه بتكون غلطانه وانت بتكون غلطان، لانه هيك بصير سوء تفاهم. فاحيانا لما احنا نحس حالنا انه في صار سوء تفاهم لازم نبادر نحل هاي المشكله لحتى مثلا تنحل مثلا نفسيتك وترتاح، لان هذا الشخص نفسه عقله الواعي نفس عقلك، كأنه طالب برضو تسامح او هو متزن من ناحيتكم في الحب العاطفة، كأنه هو يتم لكم مشاعر فائضة كمان نفس الاشي، كأنه بحبكم يعني كتير متوازن في حبه لكم. فان شاء الله يا رب تكون قراءة مريحة بالنسبة لكم. كمان خلنا نسحب كارت